طيب أنتقل من ألمانيا إلى باريس، ومعي سيد توفيق شيشي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجزائري. بداية أهلا بك سيد توفيق، لك نفس السؤال، كيف تابعت تلك العملية الاستباقية والتي استمرت ل7 ساعات وقضي من خلالها على أبرز عناصر إرهابية تابعة لتنظيم داعش؟ على رأس تلك المجموعات الإرهابية هو زعيم التنظيم أبو معاذ العراقي. تحية للسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. فعلا العملية استباقية ونحن نحتاج إلى هذا النوع. لماذا استباقية؟ لأننا لا ننتظر حتى أن يأتي الإرهاب إلى بيوتنا ويدق الأبواب إلى في منازلنا. إذن العملية الاستباقية الآن أصبحت عملية لابد منها، وتكتيك لابد أن تواجه جميع دول الساحل ودول وليبيا خاصة، وما تفعله الجزائر كذلك في مكافحة الإرهاب سواء في الساحل أو في الحدود المتاخمة لليبيا والمتاخمة لتونس. إذن العملية الاستباقية يعني تكتيك في المستوى، وبالتالي اغتيال أبو معاذ والأنباري وغيرها. لماذا؟ التسميات لديهم بقدر ما يمسنا الرؤوس، المهم أنهم رؤوس هذا التنظيم. طيب ما دلالة أو ما علاقة ليس فقط سيد توفيق ما علاقة زيارة قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا إفريكوم اليوم إلى الجزائر، وكان في استقباله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؟ هل هذه الزيارة تأتي ربما في علاقة ذي صلة بالقضاء على ربما رمز من رموز تنظيم داعش في الجنوب الليبي القريب من الحدود الجزائرية ومقتل زعيم تنظيم داعش أبو معاذ العراقي؟ صحيح، أنا قلت لك بأن التنظيم الإرهابي تنظيم داعش لا ينحصر فقط على نهاية دولة الخلافة في سوريا وفي العراق. هناك لا ننسى تنظيم حركة الشباب في الصومال، لا ننسى كذلك تنظيم بوكو حرام في إفريقيا، لا ننسى بعض التنظيمات الجماعية الناشطة والخامدة. هناك بعض التنظيمات ناشطة وهناك من التنظيمات خامدة تأتي من السودان، تأتي حتى من الفلبين سيدي الفاضل، هناك تواصل كبير بين هذه الجماعات. إذن مكافحة الإرهاب في إطار أفريكوم مقبول كذلك، في إطار البرخام الذي وعملية البرخام والسارفال التي تقوم بها فرنسا كذلك مقبول. التعاون الليبي الجزائر الثنائي المشترك لأن لدينا حدود مشتركة. هل تسمعني سيدي؟ نعم أسمعك سيد توفيق، نعم أكمل. أيوة. إذن التعامل الثنائي بين ليبيا وخاصة القوات الوطنية الجيش الوطني الليبي يعني نثمنه. في المرة الأخيرة كان حوالي من أسبوع تم القضاء على 7 مسلحين بين الجفرة وسرت. إذن هذا شيء جميل يعني ونباركه، ولكن ندعمه. لابد من الدول الجوار، عندما أقول دول الجوار الجزائر تونس ليبيا ومصر، لابد أن تكون هناك خلية أزمة وخلية أمن مشتركة يعني، وبالتالي من أجل على قضاء هذه التنظيمات. لا ننسى بأن تنظيم الظهراوي لا زال قائما، تنظيم جماعة الإخوان قائم، تنظيم ولو أنه أقل حدة، تنظيم داعش ومن يروج له تنظيم لاكمي أو ما يسمى لاكمي أو ما يسمى بتنظيم بلاد الدولة في بلاد المغرب، أو تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد المغرب العربي كذلك ناشئ، القاعدة كذلك نشطة في بلاد المغرب العربي والساحل كذلك. لا ننسى بأن دول الساحل أصبحت الآن يعني مكان أرضية خصبة، خاصة بأن هناك دولة معروفة تقوم باستيراد الإرهابيين من دول أخرى، من سوريا، من العراق، من دول أخرى، وهنا كارثة يعني. لدينا إرهاب محلي صعب على الدول المعنية والمهددة به، وهي دول الجزائر وليبيا وتونس ودول الساحل. لدينا إرهاب محلي
فما بالك هناك دولة أخرى تزيد من صعوباتنا وتزيد من مشاكلنا وتقوم باستيراد إرهابيين على غرار ما تقوم به إدارة أنقرة؟ يعني هذا يعني أمر مؤسف جدا. طيب أنت تحدثت عن صلب الموضوع الآن سيد تشيشي، الجميع يعلم بانتشار التنظيمات الإرهابية سواء القاعدة وتنظيم داعش وأيضا بوكو حرام وغيرها من التشكيلات المسلحة الإرهابية في الصحراء الليبية على تخوم الحدود الجزائرية أيضا مع النيجر ومالي وتشاد وغيرها من الدول المجاورة والحدودية مع ليبيا. الآن اتضحت الصورة بأن هناك ربما عناصر إرهابية تم نقلها من سوريا أتت إلى ليبيا وإلى الصحراء الليبية عن طريق تركيا. هل تركيا هي السبب الرئيسي في عدم استقرار المنطقة الصحراوية؟ وأيضا هل لها أبعاد أخرى في عمق الجزائر وتشاد ومالي وغيرها من الدول المجاورة إلى ليبيا؟ الإجابة تكون بلا، إذا كانوا القادمين سواح أو علماء يساعدون هذه الدول في صناعة اقتصادهم أو النهوض باقتصادهم أو بالبحث عن ثروات نفطية أو مساعدتهم، ولكن العكس، القادمين من سوريا سيدي الفاضل الكل يعلم بأنهم إرهابيون ومرتزقة ويدفعون لهم مبلغ 2000 أورو للإرهابي أو يجوء أو يفوق هذا الثمن، في حين أن المواطن الليبي لا يتلقى أقل من هذا الثمن بكثير. إذن أصبر، ندين هذا التصرف وندين ما تقوم به إدارة أنقرة، لماذا لا تجلبهم لها أو لماذا تجلبهم إلى أماكنها السياحية؟ لماذا تجلبهم إلى بلد يريد الأمان والسلام؟ بلد يعني مساحته كبيرة جدا يصعب التحكم فيها لولا دور والحس والوعي الشعب الليبي لكبر وشساعة المساحة. طيب لماذا الآن لماذا في حد لهذه الدولة سيد تشيشي، لماذا في الصحراء الليبية تحديدا، لماذا في الصحراء الليبية كان يتواجد تنظيم أو أمير داعش أبو معاذ العراقي وكانت معه نساء ربما، أين الوجهة بعد ذلك؟ لماذا الصحراء الليبية، لماذا متواجدين في الصحراء الليبية؟ هل ممكن إن لم يتم القضاء عليهم في هذه الخطوة الاستباقية من قبل القوات المسلحة والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أين ستكون وجهتهم إذ لم يتم القضاء عليهم؟ هو أولا يبحث عن موطن جديد بعد أن تم القضاء على موطن داعش في وخلافته والخلافة الإسلامية المنشودة، بعدما أن تم هدرها من طرف دول التحالف وكل من يحارب الإلهاب سواء دول غربية أو عربية أو إسلامية وما شابه ذلك. الآن وجد ضالته في ليبيا، لماذا؟ لأنه يعرف بأنها بلد غير مستقر، وبالتالي يريد أن يقوم بدويلة ثم دولة ثم يقوم بتصدير هذه الأفكار، وهي أولا الهجوم على الجزائر مثلا ومنشآتها النفطية، الهجوم على الجارة تونس ولو أنها محصنة لأن الجيش الجزائري يتحمل تقريبا 90%، لأن نعرف أن سوريا تونس ليس لها يعني القدرات المادية والعسكرية كي تحمي حدودها، فألقي كامل طبعا هذا في اتفاقية أمنية بين الجزائر وتونس. نفس الشيء بالنسبة للساحل، تصور سيدي الفاضل مساحة ليبيا كبيرة، والإرهاب لا يأتي فقط سيدي الفاضل من البر، قد يأتيك من البحر من خلال طائرات لست من ورائها دولة ذكرت اسمها سالفا، هناك البحر لا ننسى قد تكون هناك من خلال تفجيرات من طريق بواخر صغيرة أو ما شابه ذلك. الجزائر كذلك لديها حدود 1200 كيلومتر، يعني مساحة شساعة كبيرة. إذن هدف تنظيم الدولة ليبيا لماذا بالذات؟ أولا كي يقيم دويلة أو على الأقل قبيلة إرهابية، ومن قبيلة إرهابية لأنه فكر سيد الفاضل، لا تنسى بأن الإرهاب ليس مجرد يعني عمل لصوصي وانتهى أو عمل تهريب مخدرات أو هجرة غير شرعية. طيب سيد توفيق، هذه العملية الاستباقية، هذه العملية الاستباقية التي قام بها الجيش الوطني الليبي، ما مدى انعكاساتها على دول شمال إفريقيا، خاصة بأن تنظيم داعش والقاعدة
هو أكبر خطر تواجهه هذه الدول، دول شمال إفريقيا؟ هو مشجع، يعني يشجع ويفتح العين للدول، وأقول للقادة العسكريين خاصة دول الجوار بأنه مشجع. ما قامت به القوات الوطنية للجيش الليبي يعني مشجع، وهو يعني رسالة واضحة وليست مشفرة بأن هناك إرهابيين يأتون. انتهى أبو حامد أو عبد الرحمن السوري الذي كان له، قام بتفجيرات هنا في فرنسا في منطقة دياب الفرنسية، وكانت له علاقات بالباتاكلون والتفجيرات، كل تفجيرات للقدم، وبعد ذهابه إلى تركيا بجواز مزور قام كذلك بانخراط في داعش. إذن العملية الاستباقية، ونحن نحتاج إلى هكذا نوع من العملية الاستباقية، لا ننتظر حتى أن يقوم بنا أو يقوم بنا إرسال طرد مفخخ أو شبه ذلك أو اشتباك. الآن لابد من ضرب الإرهاب أينما وجد، حتى نعم ولو سيد توفيق أخيرا، أو الجزائرية نعم أو الليبية. طيب سيد توفيق أخيرا، كيف تابعت الصحف الأوروبية هذه العملية التي قضي من خلالها على أمير في تنظيم داعش أبو معاذ العراقي؟ في الحقيقة تبعت صحيفتين عنوتين فيما يخص صحيفة الفيجارو والباريزيا، وقد يعني قالت بأنها يعني رسالة، قلتها وأعود بأنها رسالة لدول الجوار بأن تتفطن، وأن التنظيم الجهادي لا يزال قائما، ودليل كبير على أنه لابد من رسالة إلى دول الجوار وحتى الدول الأوروبية. لا ننسى بأن الإرهاب عبر القارات ليس له لون، ليس له وطن، وبالتالي طالبوا، ولاحظت في بعض العمود الذي كتبته جريدة الفيجارو الفرنسية، قالوا بأنه لابد من يد العون لدول الضفة الغربية في مكافحة الإرهاب، سواء تونس أو ليبيا أو الجزائر أو الدول المهددة بالإرهاب، لأن عدم استقرار منطقة الحوض البحر الجنوبي البحر الأبيض هو عدم استقرار لأوروبا وللعالم كله. سيد الفاضل. نعم سيد توفيق تشيشي من باريس، الكاتب والصحفي والمحلل السياسي الجزائري، كنت معي على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك.